سأل المخالف حين أنهكه العجب هل للحسين مع الروافض من نسب سأل المخالف حين أنهكه العجب هل للحسين مع الروافض من نسب لا ينقضي ذكر الحسين بثوره وعلى امتداد وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرف فأجبت يا رائدي لدى آلية الطرب إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب والحر لا ينسى الجميل ولئن نسي فلقد أساء إلى الألم يا واجتاح أوحية الضمائر واشرف ولقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلق في الركب يا ويلي أما البكاء فذاك مصدر حزن وبه نواسين ليوم منقلب نبكي على الرأس المرتب آية والروح من قلبه فذاك هو العجب أدنى إلى الأسعار نبكي على الثغر المكسر سنة نبكي على جسد السبيب المنتهب نبكي على أخذ الفواطن حسرة يعني خدرة
قطعوا ربا جاءنا الخبر عن نجي طف الغافية يقولون عندك قد جتوا جهد السجية يقولون عندك ما بقى شيء ولا شخص حتى رضيع سيء قلبك للعطش وبساعة واحدة راس بنت المرتضى شاب من بعد عزبة لبست ثياب الرزية يقولها على الأسئلة أخبار عنك وصلت ما تشرح الحياة يقولون أبو اليمة ذبح ضام ولا شاف قدام أيتام ارتفع راسه عسى وضوح صدره تكسرت بالأعوجية يقولون في ساعة إسحاق ذبح ضبح جسام وصارت على رجلهم ضجة وسط الجام من شافت رملة حزينة طبرت صاحت يا يماش هالعرس أبشر علي يقولون الأكبر قد قطعوا جملة أوصاله وحسين العظم بل ما قدر شاله إن وصل صوت العقيلة لها يقولون عباس سلم حصان الشريعة وحسين ظل يبجي على شطوف القطيعة ضاعت بعد عنا ودي عشرة يقولون عين البطل طاحت لجل مشهور جسمه كل يوم حسين يتفضع بالنسيان
السدار المشوار على تصدر عين عين اختز جيه لكن بل الأمر للمرأة